الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر. إنه عيد الفطر في الجزائر، على هذه التكبيرات تستيقظ البيوت، إنها إحدى الفرحتين. من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب، اللهم صل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يتغافرون ويتعانقون ويسألون الله أن يتقبل الصيام والقيام وصالح الأعمال. نعم، هي الحياة تعود إلى سابق عهدها بعد العزل والغلق الذي تسببت فيه جائحة كورونا، والتي منعت مثل هذه المظاهر المألوفة كل عيد. زين من نهار اليوم صحايدكم، زين من نهار اليوم بقيدكم، بغك ايديكم يا الاحباب. العيد ان شاء الله حنا نبداو بلي بريباراتيف. دابور نحبط المارشي، نحبط المارشي، نحب نشوف لي مول كيما الحاجه الاولى. حنا في العيد نبدا بالطابع، دونك نحب نشوف لي مول شي حاجه جديده. ولا مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لا تفوت السيدة مريم فرصة إحياء عادات وتقاليد تكاد أن تندثر، انطلاقاً من التحضيرات التي تسبق العيد والتسوق بين محلات أعرق أسواق الجزائر العاصمة من أجل اقتناء بعض لوازم الحلوى. المنتطة تعزمني حصرا، كانوا الحوتة، كانت مي دوك كيما قال نحب نحبط نشوف حاجه جديده كاش ما كاين هكذا دي مول جديد. قلنا نطلع للدار ديال سوق نبداو بلي بريباراتيف تاعنا. كيما اليوم خدمت الطابع، حلوة الطابع هي تاع زمان كيما قالت هي هي الصح. انا الاولى ولادي لو كان ما نديرهمش الطابع، حلوة الطابع هذه تاع زمان. واش درت؟ البيض وكيما احنا نديروها بالزيت، زمان بالزيت، دوك اللي راهم زعما مودان يدخلوا الزبده ويدخلوا السمان، ما انايا نو انا ندير حمام الله يرحمها وماني الله يرحمها. حل طبعت سامبل، دايره البيض لا شويه لافاني وكيلا زيت وديفا عينك هي ميزانك ما يمكنش ما با وبيان سور نلموها بالفانيله هذه الحمد لله وجينا اللهم. بينما هي منهمكة في إعداد أشهر حلويات العيد، تستحضر ذكريات تقاسمتها رفقة عائلتها. تقول السيدة مريم أن حلوى الطابع المقدمة للضيوف والمعايدين واحدة من أهم الحلويات التي ارتبطت بطقوس العيد لدى العائلة العاصمية، غير أن الطعم لا يكتمل دون اجتماع العائلة والأحبة. احنا يا ليلة العيد نشفى ماني الله يرحمها ما ترقدش بالكامل، توجد الحلاوي يكونوا درنا اللي قالت وحنا نعاونها، انا كنت صغيره نعاونها سكيفي توجد والحق لا فامي كامل يتلموا كامل في الدار الكبيره كانت ماني الله يرحمها، يتلموا عندها ويجوا ولا يجوا كامل خياتي برجالهم باولادهم كاع يتلموا. هذيك هي البنه يا اختي. ودوكا الحمد لله يعني ما انا دوكا مازالني لهنا ومات الله يرحمهم ماما الله يرحمها الغاليه. وليت انا ثاني هاني في دار في دارنا ثاني، مي الحمد لله انا دار الكبيره يجوا خياتي كامل هنا يجوا يجوني كامل العيد، العيد يجوا في الدار الكبيره الحمد لله. مازالت هذه هي البنات العيد. مي اللي قالت لي بريفيري تاع زمان تشارك مسكر حلوة الطابع كما قالوا القوط العسل هو سلطان الميدة، هادو هما وكل واحد يشيلوها تشارك العريان نديرو
كما قال كاين اللي يحبوا دوكا من يزيدوا البقلاوات. نحن زمان كنا نشارك السكر الطابع شارك العريان ولا ناس تصفينا يا اصحاب بجاي الزينه وصحا عيدكم وانتي دايق نهار العيد ما تروحيش ما تحطي لك دابا باسكو غادي من داك يجيو كلا فامي ماشي كيما دوك اسامات دوك اسامات يبعثوا لهم صحايتكم كانوا زمان نو كانوا زمان الدنيا معمره لا فامي دخلك هذا عمك الريحه بتشيش يجي لك. بتحسر كبير تستذكر هذه السيدة السبعينية أيام زمان لتعيد إلى الأذهان حقبة كان فيها العصيميون يستقبلون عيد الفطر المبارك وسط طقوس ذات نكهة خاصة على حد قولها لكنها اختفت في الغالب عن أحياء العاصمة. ديجا الصباح أو يشرب قهوة والحلوة وكامل ويروح باسكو كاين الناس واحد أخرين اللي يروح ليهم وكاين لا لا كاين اللي يجي على 11 انت الاخرى باسكو الاخرانيه كامل الفاميليا لا فامي بروش وليد خالك وليد عمك وليد عم باباك وليد هذوك كامل يجيو هما الاخرين فهمتي لا فامي بروش الوغ هذوك تشديهم الفطور كاين يروحوا الناس للسبيطارات كاين مساكني في الغربه فهمتي الوغ كاين بعاد كل واحد كيفاش تروحي تزوريه باسكو كل اللي مالي هما مجاو كاين بزاف الحوايج كاين بزاف حنايا نديرو هذا الشيء هذا كنا كان السبيطار حنا كان من السبيطار القطار قدامنا الفوق يبين طلعوا السبيطار القطار يشوفوا اللي ما عندوش يديو لهم يديو لهم الكارطو تاع العيد وكلش الناس اللي ما عندهمش ماشي اللي ما عندهمش اللي بعد ما يجيبهمش ماليهم زين ونهار اليوم مبروك عيدكم زين من نهار اليوم صحا عيدكم زين من نهار اليوم برك عيدكم برك عيدكم يا الأحباب زين نهار اليوم صحا عيدكم سحر خاص تتمتع به هذه الأغنية التراثية المستمدة من وحي المجتمع الجزائري رغم مرور عدة سنوات إلا أنه كتب لها أن تظل راسخة في أذهان الجزائريين بل جزءا لا يتجزأ من طقوس الاحتفال بالعيد. الو عبد الكريم دالي هو يغني وبعدا كيبداو حنايا نبداو بعدا كنحطو في الزرابه ونحطو في ونوجدو ونحطو كلش باسكو راهم جايين قالي في اللعب الفطور هادش الفطور ديري تسكتو ديري تسكتو باللحم الو الفطور كان يدير الشتا كان عبد الكريم دالي الله يرحمه صحة عيدكم هي اللي كبرنا بها انا كي نسمعو صحة عيدكم هذيك هي البنة نحس باللي العيد وجا لأول مرة غناها في المنزل كانها في المنزل بين العائله والعائله كانت فرحانه شفت باللي هذيك الاغنيه عجبتهم دونك قال لهم دوك ندخل للاذاعه الجزائريه باش نسجلها كل عائله جزائريه ما تقدرش تفوت العيد وما نسمعوش هذه الاغنيه اللي راهي رمز من رموز الثقافه الجزائريه اللي خدمتها درك عبد الكريم دالي الله يرحمه لو كان ما تكونش هذيك في العيد ما كانش عيد بلا بها ما نحسوش بلي كاين عيد مي الاجيال تاع درك جاب لي ربي ما يعرفوش مليح صدير حتى الاغنيه هذه ما كنت تقول لواحد يقول لك ما نعرفهاش هذاك الوقت كان التلفزيون نواري بلون ما كانش الناس عندها كاع لي تيليفيزيون بالك 10 جوهرين كاين واحد يروحوا كاع يتلموا عندك باش يشوفوا هذيك صرت الناس الكبار ذاك الوقت كي يسموا هذيك الاخر يعني عيد بمعنى الكلمه عيد كنا صغار نجتمعوا من العائله من الاخوه كذا نزوروا كامل العائلات اون جروب كنا صغار يحبوا الدراهم ويحبوا كذا يزورونا كذا مي انا في هذيك لا نايفتي كغيره من أبناء جيله لم يعش زين تفاصيل تلك الحقبة الزاخرة بعبق الماضي
لكن حرص عائلته على التشبث بعادات وتقاليد الأجداد جعله يعرف الكثير عنها ويتذوق حلاوتها. يا ربي يا كريم يا نعم الفراج، يا حين لا تنام لعفوك نراجي. نزينو نهار اليوم صحة عيدكم، نزينو نهار اليوم مبروك عيدكم. العيد بكري كما يقول لك دوكا تبدل بزاف صح. بكري كانوا يدوه الكوشه يطيبوا، دوكا ما يطيبوا في الدار، ما كان يديه تسمى ما كانش قاره في الدار طيب الكاطو تاعك. من بكري هذيك الحلوه تاع تدي زعما تجري ما تروح الكوشه تصيبها، كان حنا الدراري قاع بيناتنا في الكوشه وطيب لي هذه، دوكا هذيك الحلوه راح دوك طيبوا في الدار. طول حنا كما يقول لك يديروا في الدار، يجوا لا فامي تلاقاو كاع نهار العيد في الليل، يديروا الحنه في الليل. دوكا ما كاش قليل ونصيبها كان فامي تلاقاو كاع يديروا الحنه كاع كيف كيف. لم تختفي حناء العيد من حياة هذه العائلة التي بقيت متمسكة بها تحت كل الظروف، فهي بالنسبة لها تركة قيمة يجب الحفاظ عليها. ومع حلول كل عيد يتحول بيتها إلى مسرح تغمره الفرحة بهذه المناسبة. لافامي يجوا في الليل، يجوا عند لافامي لي بلو بروش، يعني اللي بنتها اللي وليدها اللي سنة يسكنوا بعاد، يجوا يباتوا معاهم يديروا الحنة شون جروب فاميليا، يديروا الحنة الدراري الصغار، يديروا الحنة الكبار، يديروا كاع كاع الحنة يديروا، ما كاش اللي ما يديرش الحنة. شكيناكم تاعي عذيروني سند جوارح وعظاها اللبح من لازها ما دام خلق الله. التوفي زد عقولهم وملكها وهواها، يكرمنا بالدين واليقين والخمسة وصلاها، الحمد والتقديس والشكر للمعبود الله. قيامة الليل والنهار تلقظ الروح منها، الحمد والتقديس والشكر للمعبود الله. يا خالق الأشياء لا تواخط روحي في خطاها، لأني ذنبي كثير كان رجع عفو الله. عذراكي ترجع على الخدود كايد سايح ماها، حل العلكه لي حمود وزاد لا نلقاه. ضيعنا ليام في الهوى والدنيا وشقاها، التخميم الليل والنهار والأمر لله. ميزة تاع العيد زمان كانت الناس تنزار بعضها، يمشوا أحبابهم قرايبهم ماليهم فاميلتهم ناسهم جوارينهم، كانت الناس كاع ما تلمى دوك مكاش. حتى في القهاوي يديروا قعدات ماشي غير في الديور، في القهاوي بكري كان السطح يديروا في السطوح ويتلموا الناس ويديروا قعدة يعقبوا زيد شيوخات الشيوخات سا ديبون. ومع الصباح كاين اللي يروحوا يزوروا القبور تاع لي كون بارون تاع لي يروحوا كامل يزوروا القبور،
ومن بعد ملي يزوروا قبول يولوا لديارهم، من بعد من دارك ما باش تروحي باش تغافري لواحد اخرين. لم تتخلى معظم العائلة العاصمية عن عادة عيد الفطر المبارك، ولم تسمح للتطور أن يزيح هذه الأخيرة عن عرشها. ما زالت صلة الرحم أهم مظاهر الاحتفال به، وما تزال الفرحة التي تأتي بقدومه والخير الذي يعم أيامه لم تتغير. واحد من فعت الواحد حتى هبوا بعيني طاحوا. لعيد الفطر بقسنطينة نكهة خاصة تميزه بالدرجة الأولى الشعائر الروحانية والدينية، والتي تمكن من التقاء أجيال ببيوت الله لا سيما القديمة منها، أين يصدح صوت التكبير فيها بكل مكان. عيدكم مبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. مدينة قسنطينة لها طبع خاص مع عيد الفطر المبارك، بداية بالاستعداد الذي تقوم به الأسر القسنطينية، حيث لها تقاليد خاصة وتقاليد يعني ممتدة من ديننا الحنيف. فالأسرة القسنطينية تحرص على أن تستيقظ باكرا وتهيئ الابن الصغير فتلبسه القميص الأبيض وترسله إلى المسجد ليحضر خطبة العيد، والأطفال لهم فرحة خاصة في هذا العيد المبارك. كذلك قسنطينة في الحقيقة تتميز بأمر خاص وهو زيارة المقابر، يعني صبيحة العيد لأهالي قسنطينة هي في الحقيقة طبع تتميز به، وزيارة المقبرة وزيارة القبور هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد قال: ألا إني نهيتكم عن زيارة المقابر ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. وهذه دعوة أيضا لأهالي قسنطينة خصوصا النساء، حين يخرجن إلى المقبرة أن يجعلن ذلك الخروج من أجل الذكرى، من أجل الموعظة، ونبتعد عن الأمور الأخرى التي هي بعيدة عن ديننا وهي البخور الذي يوضع على المقابر، فالمقبرة من أجل الذكرى. كذلك العيد في قسنطينة والعيد في الجزائر عموما هو فرصة لصلة الأرحام، وأهالي قسنطينة يتميزون بهذا الأمر. إن التحضير لمثل هذه المناسبات بالمدينة القديمة خصيصا في قسنطينة على غرار منطقة الشارع، الرصيف، سوق العصر وغيرها من الأحياء الأخرى يدفعنا للتوجه صوب السويق تحديدا، وكذا نحو مخبزة برجو القديمة المتواجدة في الشارع والتي عمرت لأزيد من 80 سنة، لا تزال مقصدا للنساء والرجال معا ممن يرغبون في طهي حلوياتهم على الطريقة القديمة بكوشة الحجرة. كل عادة أختي هنا كل عيد نجي ونوصل، هما يخدموا في الديار القاطو المقرود الكروكي البقلاوة، وحنا نجي ونوصلوا هذه كوشة من بكري معروفة، كوشة برجو، كوشة قديمة، كوشة الحجرة معروفة لهنا في قسنطينة في وسط المدينة، طيابها من بكري مليح، نجي ديما الغاشي فيها في العيد مقصودة، نجيبوا له القاطو باغ اكزومبل، نجيبوا له بلاط مقرود ويعينوا بالنيميرو، يعطيك النيميرو، قال باغ اكزومبل 83 ولا تدي حتى البون تاعك هو يحكم البون عنده، كي طيبك تجي تدي البقلاوة تاعك. مازال شوية السول مالغري يعني نقصت، كنقص الغاشي نقلوا منه بصح مازال شوية السول، والسول هذا ما يخطيهاش قسنطينة بربي إن شاء الله. صحة عيدكم، كل عام وانتم بخير. المدينة القديمة بالضبط 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 يعني في الشارع، في عربة الصوف، في السويقة، في احنا دوكا انا في الشارع نحضروا العيد الصغير بالحلويات التقليدية، الكروكي، المقرود، الغربية، البقلاوة، القطايف، طمينة اللوز، هادو حوايج المدينة القديمة في قسنطينة ما يستغناوش عليهم. وفي الديار العرب هادو الحلويات الجاري يوكل جارو، نعميه يذوقوا لبعضهم كذا، الصينيه وحده، مازلنا من التقاليد، وهذا الطياب كل نطيبوه في الكوشه تاع برجو، كوشه تاع الحجر قديمه، الطياب تاعو فيه سول بعد، شموا ريحه هذيك الدخانه تاعو تعود طالعه من الكوشه تاع الحجره، تسبن الحاله الماكله، هذيك هي رسمي، وهادو هما التقاليد تاع قسنطينه، وهادو هما نبقاو بربي ان شاء الله محافظين عليهم. ولاد كما قال الاخر
رحبت الصوف والشارع وكذا، مازلنا حاكمين في التقاليد تاع قسنطينة وما ناش طالقينهم. وصحة عيدكم وكل عام وانتم بخير والعقوبة العام الجاي ان شاء الله. صحة عيدكم. كما راكي تشوفي اختي حنا رانا في عشية العيد، الخير الله يبارك راهو كما كالعادة، هذا كروكية دي غروبية طايف باقلاوة. حنا عندنا الكوشة هادين هنا في السونتر في فلافيا يفيل في الشارع، معروفة من بكري على كل حال، الفور تاع الحجر كيما نقولوا حنا. العائلات القسنطينية معروفين ليلة العيد ولا قبل العيد سمانة يبداو يبريباريو في الحوايج هادو، الحلويات التقليدية ولا العصرية، وبوكو بليس التقليدي ما يخطيناش في السني. كيما نقولوا باريزومبل المقروض، المقروض عاد فيه أنواع، عندنا الكروكي، عندنا الغريبية، كاين البقلاوة، كاين القطايف، حوايج بزاف. السول تاع العيد الفطر في المدينة القديمة ما بقاش كيما زمان، درك تبدل شوية، الناس خرجت من لافيل تبدل، مي بصح يبقى في العياد يبقى هو هو، ما يتبدلش. كيما نقولوا رانا في الكوشة، الغاشي ما يسكن في الخروب ولا يسكن في النوفال فيل، نهار العيد قبل العيد يهبط الكاطو يجيبوا الكوشة وين كان يطيب بكري في الفور تاع الحجر، لأنه الفور تاع الحجر هذا ما نسغناوش عليه حنا في المدينة القديمة. رانا في عشية العيد، رانا مع القضيان، راني نجتمعوا، رانا خارجين من السويقة مع دوك التليفون راه ما يحبش، كل دقيقة جيب 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 هذيك، يعني اون طون رانا قضينا الأمور تاع العيد هذيك، بريباراسيون على إن شاء الله غدوة العيد إن شاء الله على حب ربي إن شاء الله. اهتمام العائلات القسنطينية بالحلويات التقليدية لا يمنعهم من التركيز أيضا على كسوة العيد للأطفال بالدرجة الأولى، على اعتبار أنها أساس لا بد منها. فيما يخص الملابس تاع العيد، حنا رانا عندنا مده ملي حطينا الملابس تاع العيد، يعني كان اقبال واسع من عند الناس بكل، يعني جاو داو درك في الاونه الاخرى تاع رمضان، يعني عشيه العيد راهو زاد توسع الاقبال، جاونا العائلات راهم شراو يعني الملابس تاع العيد، كانت اسعار يعني معقوله جد معقوله، وداو بكل وراو يعني وخرجوا من عندنا فرحانين. حنا بالمناسبه هذه رانا نتمنوا من كل التجار اللي راهم في الميدان هذا يعني باه تكون اسعارهم يعني مليحه توافقيه، خاصه انه الناس يعني راهم في الوضعيه الاجتماعيه خارجين من ازمه كورونا، والناس بكل يعني راه يا حليل، حنا ماذا بينا الناس بكل كيديروا هذه الاسعار، الفقراء يتكساو يعني المحتاجين، هادو الناس اللي يعني اللي هادو هما اللي يشوفوا في الاوينه الاخرى يكونوا يعني بكل في المستوى، باه الناس هذه تتعيد وتفرح، والناس بكل نهار العيد تكون يعني فرحانه كما بعضها. وصحه عيدكم وكل عام وانتم بخير، وربي يعاودوا علينا بالصحه وبالهنا ان شاء الله. هذا العيد راهو اجتماعي للغايه وثقافي أكثر وأكثر. العادات والتقاليد نتاع قسنطينة هي اللي على كل حال أعطتنا الفرصة أننا نتلايم في العياد نتاعنا، وهذا هو الشيء اللي لابد علينا أننا نبقاو حريصين عليه باش الأجيال اللي جاية تبقى دائما هي تاني تقول واش قاعدين يديروا والديا واش قاعدين يديروا جدودي. مثل هذه العادات لا تكتمل إلا صبيحة عيد الفطر المبارك، أين تقاسمنا رفقة الخالة نصيرة فصيح أولى أيام العيد بعدما حضرت لنا من الحلويات التقليدية ما لذ وطاب، كيف لا وهي المحافظة على تراث المدينة منذ زمن. صباحكم بالخير ومرحبا بقناة الشروق في بيت السيدة نصيرة فصيح المتواضع، واستقبلتكم في صبيحة أول يوم العيد عيد الفطر بهذا الزي والحلي التقليدي لمدينة قسنطينة، وبطبيعة الحال كما تشوفوا الصينية فيها حلويات تقليدية، وحنا ما يخفاكمش الحال باللي الحلوة الأولى اللي نديروها ولا القاطو الأول اللي نديروه في مدينة قسنطينة هو مقروض الكوشة اللي هو سلطان سينيا، يعني أول حلوة نبدأ بها أول قاطو نبدأ به هو مقروض الكوشة اللي نسميه سلطان سينيا. وكما تشوفوا تاني يعني عندنا حلويات بزاف اللي نديروها تاني في النهار الأول تاع العيد، يعني عيد الفطر، عندنا القطايف، عندنا البقلاوة، طمينة اللوز، عندنا بوريك الرنة، عندنا السامسة، عندنا حلويات بزاف بزاف اللي تميز بها السينية تاع مدينة قسنطينة وفي عيد الفطر. وعندنا ثاني تحضيرات، يعني ربة البيت القسنطينية تحضر تساويلها مليح تاع الحلويات، يعني كما قلت لكم نشريو الغرس، نشريو الجلجلانية نحمصوها، السمن، الزبدة، السميد باش نديرو المقروض، الفارينة، الجوز، اللوز باش نديرو الطمينة، باش نديرو البقلاوة، القطايف، السامسة، دونك هادو كل مقادير اللي ربة البيت تحضرهم. ونحضرو ثاني الغداء تاع عيد الفطر، الغداء ما يخفاكمش باللي قسنطينة مشهورة يعني
التختوخه نديرو التختوخه، وكاين اللي يدير المحور، يقول لك المحور يجينا خفيف يعني بحكم رمضان 30 غميقه جاري يعني احمر، المحور يديروه يعني ابيض. كاين اللي يدير التريده، كاين اللي يدير التريده تاع الطاجين يعني الشواط، وهي اعظم العائله القسنطينيه يديروا التختوخه في يعني نهار العيد الاول. على بها يقولوا مدينتنا مدينه ملوك وسلاطين، عمودها بيات وسكانها يترجلوا من سرج اصلي. مدينتنا مخزونها للبراني قبل مول الدار. هذه المدينة الحنينة، هذه المدينة المحافظة على عاداتها وأصالتها وتراثها، هذه المدينة لحرايرها يحافظوا أكيد على اللباس التقليدي بحليه وبكل تفصيل فيه. نشموا معاهم عبق جميل جدا لقسنطينة سيرتا قيرتا قيرثن اللي تقول لكم على لساني. عيد سعيد ينعاد عليكم بالصحة والعافية واليمن والبركات. اليوم رسالة المجتمع في العيد هي رسالة تدفع بهذا المجتمع إلى أن يتقدم خطوات إلى الأمام، فننبذ العصبية والخلافات، نطوي صفحة الخلاف، ننشر صلة الرحم، نتواصل مع غيرنا، نصحح الماضي. ليس من شيم الرجال ولا من شيم المؤمنين أن يبقى الإنسان مصر على القطيعة والعداوة والانفصال، بقدر ما هي محطة يعني هذا العيد أن يبدأ الإنسان صفحة جديدة مع أقربائه، مع أحبابه، مع الذين ربما وقع في يوم من الأيام خطأ معهم. فالعيد يترجم هذه الرسالة وتنقل هذه الرسالة إلى الناشئة، لهؤلاء الصبية الصغار الذين نراهم اليوم في العيد ينظرون إلى أخلاقنا، ليطوروا من هذه الأخلاق، ليطوروا من هذه العادات التي أرادها الدين أن تكون يعني حلة يتحلى بها المجتمع الإسلامي، راجين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. رب تقبل منا ومنكم إن شاء الله. في ورقلة لعيد الفطر نكهة لا تخلو من الجمع بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر رغم اختلاف العادات والتقاليد فيها، ولعل عائلة أبو بلال من أهل القصر العتيق بورقلة مثال على ذلك. عيد مبارك لجميع الجزائريين في كل مكان والمسلمين، وبأخص عائلتي، عائلة بوبلال، عائلة ددموسة وعائلة برقلة أجمعين. ولأن كل منطقة لها تقاليدها الخاصة سيما المناسبات الدينية، تبقى مظاهر التحضير قبل ويوم العيد لها دلالة على مدى التمسك بالعادات، كما هو الحال عند السيدة بوبلال. قبل العيد بيومين ولا ثلاث أيام تبدأ عائلة بوبلال في تحضير يوم العيد إن شاء الله، وليلة العيد نعود وكملنا القاطو ودرنا الحنة للأطفال مع سهرة ورانا نديروا الحنة للأطفال ورانا نوجدوا في الصالون حاطين فيه القاطو، إمكانيات قليلة وبسيطة. وبين العبادات الدينية والعادات الاجتماعية تحرص عائلة بوبلال على أدائها في أجواء روحانية، بدءا من صلاة العيد لاستقبال الضيوف، وقد تزين الصالون بمختلف الحلويات. صبحا تاع العيد يروحوا للجامع، بعد صلاة الجمعة مباشرة تبدأ استقبال الضيوف والكبير فرحان والصغير فرحان. ومن عادات القاطو يكون أنواع قليلة، المبوط، الغريبية، المقروط، حلوة الطابع. كم مبارك أنتم بخير، أمين تكبر عم جاء إن شاء الله، أمين إن شاء الله. أولا عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير والشعب الجزائري والأمة الإسلامية. إحنا في ورقلة وخاصة القصر العتيق نروح ونصلوا صلاة العيد، من بعد نسلموا على الناس ونعيدوا عليهم ونتغافروا، ومن بعد نجوا للدار. ولا يخلو الحديث والأنسة بين الأهل والأصدقاء يوم العيد إلا بإعداد الشاي. زيارة الأقارب من بينهم الكبار السن،
الكبار في السن بكري كانت الدار الكبير ما شاء الله تتعمر يعني بالناس، يعني يقول لك هذا الدار فيها الكبير. اما الان بعت تليفون باغ تليفون، صلة الرحم كيما نقولوا عاد ناقصة، تحس خوك ولا هذاك يجيك صحة عيدك الصباح يقولك صحة عيدك. بكري كانت بالعكس. وما يميز يوم العيد هنا هو فتح باب البيت أمام الأهل والأحبة ولكل مهنئ بيوم العيد. بعد نجو للدار، كي نجو للدار نقعدو هنا في الصالون نستناو الناس الأقارب والجيران والأحباب وكل الناس اللي نعرفهم يجونا باش يعيدوا علينا ونتغافروا ونريحوا نتحاكاو. الأقارب تعيد عليهم وتغافروا، يعني كي شغل وجه لوجه، تروح انت برجليك وتهز الأطفال توري لهم هذيك صلة الرحم، واش معناها تهز ولادك معاك توري لهم باللي هادو ناسنا، كي تدخل هذا خالي هذا عمي، يعودوا يعني كل يعرفوا بعضهم. وفرحة الأبناء والأطفال يوم العيد باللبس الجديد بين الكبار يضفي على المكان البهجة والسرور. كل عام وانتم بخير. صحة عيدك بنتي. عيدك بخير. الله يحفظكم. كاين ليلة العيد أطفال تلقاهم فرحين باش يلبسوا هذيك اللباس، راهم يستناو دي فوا ينوضوا دو فوا تروا فوا يقولوا لك واش شحال الساعة الفجر. وفرحة العيد في عيون أولادنا، رانا نشوفوا الدراري الفرحة هذيك رانا نشوفوا في عيون ولادنا. وفي هذا اليوم يكون الكسكسي أول وجبة غداء تحرص عائلة ببلال على إعدادها للضيوف كما جرت العادة. نحضروا الفطور، الفطور يكون طعام، طعام بكل لوازم تاعو، ومن بعد نقعدوا نشربوا لاتاي، كي نشربوا لاتاي نقعدوا نتحكاو مع الولاد تاني وكذا. والفطور على المائدة الفطور يكون طعام، طعام الأهل والجيران والأحباب لي وصلت له 12 يفطر معنا. العبادات الدينية والعادات الحميدة الموروثة في المناسبات الدينية هي سر تماسك العائلات بماضيها وحاضرها ومستقبلها. وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير. عبد الحليم أحمد عتيق لقناة الشروق الإخبارية.
نتغافروا مع الحباب ومع الجيران ونعاودوا نجيو للدار نغافروا العائله الدراري الصغار اللي صاموا نعطيو لهم دراهم نفرحوا بهم ونعاودوا نجيو ومن العادات تاعنا ناكلوا التشيشه. تجتمع العائلة التلمسانية على مائدة عيد الفطر لتناول التشيشة وهي أول وجبة في هذا اليوم لما فيها من فوائد صحية. بالنسبة لنهار الأول ديال صبحية العيد أول غطاء ناكلوه وهو تشيشة بالزعتر، دونك نستناو الرجال يجيو من الجامع ونتلموا على ديك الطابلة ناكلو تشيشة بالزعتر. لو كور يكون صايم بوندون 30 جور، دونك 30 يوم حنا صايمين، دونك حنا عندنا في العيد أول حاجة ناكلوها هي تشيشة بالزعتر. معروف الزعتر مليح، سي بون بور لا سونتي، سي اون بلانت لي بون بور لا سونتي، دونك هو أول غطاء ناكلوه. أبخي أون بخون نوتر كافي. يعطيونا ندوق بعد التشيشه، شكون اللي خدمتها بعد هذه؟ عاني ماتش. تاكلوا التشيشه؟ أنا؟ تاكلوا الدراري التشيشه؟ صار كيك ما نقولوش تاكل الحل معلقه تضعف شويه. ماكاش. Concernant les gâteaux, nous avons déjà tout ce qui est traditionnel, nous avons tout ce qui est traditionnel. Comme le griouche, comme le mérit, comme le bhlawa, comme le assara, comme le cac, comme l'anidlet, c'est sacré. Nous avons tout ce qui est dans les maisons de l'Amsanien, c'est beau les gâteaux. Sinon, nous avons des gâteaux revisités, nous avons comme les modèles, nous avons des recettes de gâteaux, nous avons ونتمنى هذا رمضان يكون فات عليكم بخير وعلى خير، والحمد لله هذا رمضان وهذا العيد نجمنا نتلايمو مع لي فامي ديالنا كونترارمون العام اللي فات كان كاين الكوفيد وكان كاين الوباء ما كناش نجمو نشوفو لي فامي ديالنا. هذا العام الحمد لله رانا نجمنا نتلايمو مع احبابنا ومع لا فامي ونتغافرو ان شاء الله العوامات الماجيين يكونوا خير من هذا العام. ورغم الحدث الا ان العائلات التلمسانية ما زالت متشبتة بعادات الآباء والأجداد. من العادات تاع التلمسان القديمة كانوا ناس بكري ناس زمان من والدينا ماشي زعما شي حاجة بعيدة بزاف كانوا يعملوا الكاعك والعصارة وهذا الشيء كان كل شيء يمشي للفران. سيتي لي زونفون عقل على راسي انا نعبي السواني للفران باش نطيبوا الكاعك العصاره ولي غاتو تراديسيونيل اللي كنا نعملوهم كانوا باينين سي با كوم اوجوردي راه كاين لو شوا وراه كاين اختيارات كبيره. كان كل دار تعمل الكاعك وتخليه يخمر يخمر زوج تاع الليل ثلاثه تاع الليل. كل كي كنا نعملوا الوالدين كي كانوا يعملوا الكعك كانوا يلتموا مع الحباب مع الدار عمره
الكعك رقب عليه خمر مازال ما خمرش، عنده شما يخمر يطلع يطيب ويطيب في الفران. و سيتي لي زونفون جينيرالمون اللي كانوا يوصلوا ويردوا كانوا يطيبوا في الفران تاع زمان. بالنسبه للكعك والعصاره اليوم نهار اليوم شي تبدل، رحنا لي غاتو سون بلو مودرن، اون في بلوس ا لا ميزون. الكعك رحنا نعملوه بلوس في سرليه، مازال ناكلو الكعك في تلمسان ولكن ماشي نهار العيد زعما، بقى سورتو ان غاتو بوغ سرليام هو والعصاره. كل واحد والاختيار تاعو، القهوه قهوه بالحليب، كل واحد واش مولف راسو، اتاي لي جو دونك ناكلوهم بلي غاتو اللي كنا وجدناهم لهاد الفرحه تاع العيد. بالنسبة نهار العيد الفطور نعملو الطعام، طعام الجزائري بالخضرة تاعو واللحم ولا الدجاج، كل واحد وكيش مولف يعملو. دونك ناكلوه داك النهار، نتلمو على الطعام. علاش الطعام؟ على خاطر بالنسبة لي كامل شهر رمضان ما ناكلوش طعام، دونك نكونو ناكلو جينيرالمون الصفان اللي نسحرو بها، ولكن الطعام ما نطيبوش. دونك نتوحشوه، كوم حنا عندنا من التقاليد تاعنا توجور في تلمسان وفي الأغلبية ديال المدن الجزائرية نعملو كل نهار الجمعة طعام. دونك شهر رمضان نحيدو داك الطعام، نكونو موحشينو دونك نعملو كوم الفطور ديالنا الطعام. هكذا إذن هو العيد السعيد في رحاب أسرة تلمسانية، وهكذا التلمسانيون يوم فطرهم. وليد بوهراوة لقناة الشروق نيوز من تلمسان. رصيد الجزائر غني بالعادات والتقاليد من منطقة إلى أخرى، تنوع قاسمه المشترك في هذا اليوم هو عيد الفطر المبارك. فكل عام وأنتم ونحن والجزائر بألف خير.